برأيك شخص تعمل في المحاماة ولك باع طويل فيها، المادة الأبرز اللي كنت محتاجها في قانون الإجراءات الجنائية؟ الحبس الاحتياطي. حبس الاحتياطي. ده جميعنا يعني كل من يتولى مهمة الدفاع في مصر كانوا يعانوا من الإسراف في الحبس الاحتياطي. وأعتقد أن القضاة ذاتهم ما كانوش محتاجينه، يعني هو أكيد بيطبق قانون قدامه. هو القاضي يطبق قانون ويطبق نصوص قانونية موجودة أمامه، وهو لا يستحدثها ولا ولا يختلقها. لا يكتفي. لكن في التشريع الجديد سوف تراعى اعتبارات إنسانية واعتبارات قانونية كثيرة تحد من الإسراف في الحبس الاحتياطي، وترتب جزاءات يعني أو تعويضات على الإسراف فيه. أنا كنت لسه أقول لحضرتك، يعني امتى الشخص يفقد حقيته في التعويض عن الحبس الاحتياطي؟ هي مسألة موائمة في المقام الأول والأخير، هي مسألة موائمة باعتبار أنه الحبس الاحتياطي ضمانة من ضمانات التحقيق. شرعها أو وضعها المشرع لكي يضمن أن يسير التحقيق دون تأثير من المتهم الذي حبس احتياطيا على سير التحقيقات وإجراءاتها. أيضا قد تكون هناك خشية من هروبه خارج البلاد، قد تكون هناك، ولكن التشريع الجديد وضع وسائل أخرى يستطيع من خلالها المحقق أنه يراعي سلامة التحقيقات وصلاحيتها دون أن يقضي أو يأمر بحبس المتهم. قديما ما كانش فيه اي تعويض على حبس احتياطي، لم يكن المشرع لم يكن يعترف بحق المتهم في التعويض من الحبس الاحتياطي. طيب لو قلنا التدابير الاحترازيه والفرق بينها وبين الحبس الاحتياطي، عشان في خلط، في ناس ما تش فاهمه يعني ايه تدبير احترازي. يعني الحبس الاحتياطي هو ايضا احد التدابير الاحترازيه. تمام. هو جزء منها، يعني عنصر من عناصرها، ويتميز بانه في الحقيقة أو في الأصل هو مرتبط بمدى جسامة الجرم. يعني عادة لم نكن نجد النيابة العامة تأمر أو قاضي التحقيق يأمر بحبس المتهم في القضايا قليلة الأهمية احتياطيا، ولكن في القضايا وفتح لها حد أقصى في القضايا أو الجرائم التي يقضى فيها بالإعدام والمؤبد. لكن الاشخاص اللي هم اصبح الحد الاقصى في المجتمع الخطوره الاجراميه بيعتمد على فكره الخطوره الاجراميه. صحيح. التدابير الاحترازيه بقى مجموعه يعني لها صور زي المنع من السفر والى اخر كل هذه الاجراءات، لكنها يعني غير متداوله على نطاق واسع، هي في مجموعه محدده من الجرائم. يعني شخص مثلا معروف انه بلطجي في ظل انفلات امني في فتره معينه، ده لو اتساب اكيد هيعمل بلاوي زرقاء. هو في يعني اعتقد نوع من الضبط الاجل الحديث يعني. كده بيقودنا مثلا عن فكره الطوارئ او عجز القاعده القانونيه عن مواجهه حاله محدده او حالات محدده موجوده امامها، وهنا يتدخل قانون الطوارئ اللي في بعض الدول المتقدمة جدا عادت تطبيقه، وزي فرنسا مؤخرا، انه في بعض الاحيان قد لا يستطيع القانون ان يثبت الجريمة على المتهم. صحيح. وقد لا يستطيع القاعدة القانونية ان تواجه المتهم بشكل حاجة، لكن هو من الخطورة بمكان من انه يضر الامن القومي للمجتمع، ويضر المجتمع ذاته وافراده، ويضر نفسه. فهنا كان من أهم هذه التدابير الاحترازية التي تبعث على الأمن في الدولة أن يصدر قانون الطوارئ. صحيح. وفيما يتعلق أيضا يعني مؤخرا في مجال الاستثمار، كانت هناك نداءات كثيرة من ذي قبل بنقل تبعية الشهر العقاري إلى وزارة التخطيط أو إلى وزارة الاستثمار، ومؤخرا تم تفعيل هذه المناداة على لسان مجلس النواب المصري، حيث أمهل الحكومة 15 يوما لإصدار أو لتقديم مشروع قانون ينقل تبعية الشهر العقاري إلى وزارة التخطيط. صحيح. كنا بنتكلم عن نقل تبعية الشهر العقاري. يعني المعوقات في مجال شهر المحررات أو إثبات تاريخها أو توثيق المحررات الواجبة الشهر أو حتى عمل التوكيل
كثيرة جدا. ومصلحة الشهر العقاري في حاجة لأن تنهض لمواكبة المناخ الاستثماري الجديد في المرحلة المقبلة. يعني هنصل للتوثيق الإلكتروني، يعني لو أنا في البيت عايز أوثق حاجة ممكن أوثقها إلكترونيا؟ وسائل التوثيق في العالم كله أصبحت أكثر تطورا من يعني حتى من عن التوثيق الإلكتروني. لكن تطوير الشهر العقاري، تطوير موظفي الشهر العقاري، تطوير وسائل الخدمة في الشهر العقاري في حاجة شديدة لكي يستطيع الاقتصاد والاستثمار أن ينهض. طيب، وأعتقد أن وزارة التخطيط أكثر قدرة على هذا. نعم.